مرحبا بكم في قناة الساحة الرقمية العربية، آخر أخبار العملات الرقمية في مكان واحد. سنتعرف على النقاط التالية: ما هي باتل بيتس؟ ما هي ميزات باتل بيتس؟ ما هي باتل بيتس؟ هي لعبة بلوكشين تدور حول حيوانات أليفة رائعة، تعمل على باينانس سمارت تشين. كل حيوان أليف هو NFT، يمكن جمعه وتغذيته وتسليحه بأسلحة للمحاربة. ما هي ميزات باتل بيتس؟ تم إنشاء اللعبة بأموال من عرض التبادل اللامركزي الأولي IDO في أكتوبر عام 2020. تم شراء الرموز المميزة للعملات المشفرة بيت وبيعها في صانع السوق الآلي AMM. تم تصميم داب بغرض توفير فائدة أساسية للمستخدمين، تتمثل في الوصول بسهولة إلى أحد أكثر الوحدات المالية ملائمة التي تم بناء نظام باتل بيتس البيئي عليها. نسعى لنقل آخر أخبار العملات الرقمية بدعمكم المستمر لنا. لطفاً لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس.